مشاهدينا الكرام مساء الخير. الترقب سيد الموقف، الكل ينتظر الكل، والجميع يترقب مواعيد الاثنين أو الثلاثاء أو أواخر الأسبوع، والعيون شاخصة على الكونغرس من جهة وعلى البيت الأبيض من جهة ثانية وعلى سوريا دوما، ومنها صوب إيران وموسكو وحزب الله في لبنان. وبين التردد والترقب تدور دوامة العنف، وتحط رحالها هذه الأيام في معلولة، البلدة الجريحة والخائفة على مصيرها وناسها وسلامها. في حلقة الليلة أستضيف مباشرة من استوديو الكاتب السياسي فيصل عبد الساتر، وأيضا رئيس المركز اللبناني للأبحاث والإنماء والأستاذ في القانون الدولي دكتور أنطوان سعد. وخلال الحلقة سيطل معنا من باريس المعارض السوري ميشيل كيلو، من دمشق مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية بسام بو عبد الله، وأيضا خلال الحلقة سيكون لنا مداخلة من سوريا أيضا مع البطريرك غريغوريوس الثالث لحم. أما السؤال المطروح في حلقة الليلة للنقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بالبرنامج على الفيسبوك وعلى تويتر، السؤال هو: الضربة الأمريكية المحتملة هل ستغير ميزان القوى في سوريا؟ إذن نبدأ حلقتنا في هذه الأثناء. كما سبق وذكرت، الضربة الأمريكية المحتملة هل ستغير ميزان القوى في سوريا؟ هذا هو السؤال للنقاش على مواقع التواصل الاجتماعي. مساء الخير دكتور سعد. مساء الخير. مساء الخير أستاذ فيصل. أهلا وسهلا. بدي أبدأ من السؤال الموجه للمشاهدين: الضربة الأمريكية المحتملة هل ستغير دكتور سعد ميزان القوى في سوريا؟ يعني بعتقد إذا حدا بده يقدم على ضربة عسكرية بعد التجارب يلي صارت بالعشرين سنة الماضية، ما بعتقد رح يقدم عليها وما يكون تعلم من تجارب الماضي. يعني لابد ما تكون الضربة العسكرية تخدم الهدف منه، هيدا عم بحكي عن الجهة اللي عم تقرر الضرب، وإلا ما بعتقد رح يقدموا على خطوة فاشلة تكون تشبه بعض الخطوات الفاشلة اللي اجت سواء بحرب طويلة أو قصيرة المدى. نعم أستاذ فيصل، هل باتت الضربة أمرا محسوما أم هذا التردد الذي نشهده يوحي بأنه هذا تهويل أو كل هالحديث مجرد تهويل إعلاني؟ لازلت حتى هذه اللحظة، أولا مساء الخير، مساء الخير لكل المشاهدين، ومساء الخير للنيو تي في ولإلك أستاذ جورج، مساء الخير لسوريا شعبا وقيادة ودولة، مساء الخير لكل المشاهدين في أنحاء العالم. ضربة أو لا ضربة، هذا السؤال أصبح في علم ضرب المندل. يعني لا أحد يعرف هل ستحدث هذه الضربة أم لا. أنا لازلت من القائلين، يعني صار لنا جمعتين. نعم. في ضربة أو ما في ضربة. نعم أنا لازلت، يعني كانوا عم ببصر. نعم أنا لازلت من القائلين حتى هذه اللحظة وأثناء دخولي إلى الاستوديو، لازلت أقول أن الأمريكيين يكذبون ويستمرون بهذا الكذب والخداع. أعتقد أن مزاج الرأي ليش العام بدون العالمي، ليش بدون يخدعوا؟ لأنهم يريدون، ما هيدا بضر فيهم. لا لا. يعني إذا كان أوباما عم بيقول بده يضرب وعم بيحشد كل هذه وعم بدور يحشد مواقف أوروبية وعربية، وفي مواقف عربية داعمة لهذه الضربة، وقام بالآخر ما ضرب، هذا بينعكس سلبا عليه. بغض النظر، أولا لا يستطيع أن يأخذ قرار، وأنه متردد، وأنه فاشل، وإلى ما هنالك. دعنا نقول أن الأمريكي في ورطة، سواء يعني قام بهذه الضربة أم لم يكن بهذه الضربة، هو وضع نفسه في مأزق كبير. إذا قام بالضربة، هذه الضربة بحسب الأهداف المعلنة وكما تفضل الدكتور سعد الآن، لن تغير شيء في ميزان القوى، ولن تجعل هناك أي تغيير عملي على المستوى الميداني، سوى أن تحقق أمريكا لنفسها بعض الأموال من الدول الخليجية التي تطوعت لكي تقدم خزائنها هدية للأمريكيين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الضربة بهذا المعنى سوف تقوي من عضد النظام في سوريا، وسوف تجعل كل المترددين من الشعب السوري أمام خيار: إما أن يكونوا وطنيين وبالتالي يجب أن يكونوا ضد التدخل الأجنبي، وأما أن يكونوا في رحب الذين خانوا وطنهم وذهبوا باتجاه تأييد الضربة الأمريكية. لما عم بتقول أنه ليش عم تبتسم؟ ليه عم تبتسم؟ لا أبدا، ناطر السؤال، تفضل. يبدو عندك تعليق يعني قبل السؤال. لا عم ببتسم شوي، كان عم بقول استاذ فيصل انه الخليجيين او بعض العرب قدموا خزائنهم كهديه للمجتمع الغربي. ما فينا على طول ناخذ الامور بمنطقين، يعني لما بيكون الضربه مثلا الخزائن التي قدمت الى الولايات المتحده لضرب لوسوفيتش اللي كان عم يفتك بالمسلمين وعم يرتكب المجازر تلو الاخرى، نرحب ولو بقرار من خارج مجلس الامن. ثم انه وقت بالضربه بتضرنا بنقول انه
هيدي صارت بعض العرب صاروا متطوعين لتقديم الضربة على سوريا النظام والشعب. ايه بس ما فيك تقارن ميلوسوفيتش يعني أنا بلد عربي يعني نعم. انه سوريا هي بالنهاية بلد عربي ما يعني ما زال ضمن يعني بلد عربي وشعب عربي يعني ما فيك تقارن. ما فينا ننسى كمان التأييد العربي لضرب القذافة هيدا كمان بلد عربي شيك كان في خروج عن القرار الدولي القاضي فقط بقيام حظر جوي جينا اليوم عم توسعنا بالحظر الجوي. هل تجوز المقارنة بين النموذج الليبي والنموذج السوري؟ في بعض بالتاريخ ليس بالبعيد كمان رحب بضرب العراق لإيران. في البعض ثم عاد انتقم وقال خي هيدا بيستاهل صدام لأنه طيروه لأنه ضرب إيران. يعني دايما في عنا منطقين حتى في الأمور الداخلية وبتحب بس بدك هنفتح الأمور الداخلية بس بالآخر آخر بارت. طب عم بيتحدث عن منطقين عندكم يعني ليش بدكم ترحبوا بضرب القذافي بضرب صدام وبن علي ومبارك ولو سياسيا مثل ما بقول بينما هذا المنطق لا ينطبق على سوريا. يعني معلش إذا الأمريكان طيروا القذافي وطيروا صدام وطيروا زين العابدين وطيروا مبارك بس بسوريا لا ما فينا نعمل هيك مقارنة بالجملة لكل بلد في بس هو عم يسأل في عم يسأل وأنا عم بسأل أيضا يعني أن نجعل من هذا الأمر يعني سبق واستشهد بيوغوسلافيا أولا كنا هناك تهديد للأمن الأوروبي تهديد للدول الأوروبية وأن الأمريكيين كان لهم ضربة يعني محددة الأهداف وهي زيادة انفراط عقد الدول الاشتراكية في هذه المنطقة وزيادة الضربة التي تساهم في إضعاف النظام الروسي الذي انهار بعد الحرب. هاي فهمناها بالنسبة لليبيا وهذا الأمر جاء من خارج مجلس الأمن لم يكن هناك تأييد لهذا الموضوع وكانت روسيا نائمة في تلك اللحظة بعد الذي فعله يلتسن في روسيا ودمر روسيا. هلا وعي. ثانيا بالنسبة لليبيا الاتحاد الأوروبي كان جزء من هذه الحملة والولايات المتحدة الأمريكية جزء من هذه الحملة وحلف الناتو جزء من هذه الحملة والجامعة العربية بشخص المنتخب اليوم رئيس للمحكمة الدستورية أو لإعادة لجنة صياغة الدستور في مصر السيد عمرو موسى المحترم هو الذي غطى هذا الأمر أيضا بصفته أمين عام للجامعة الدول العربية. يعني وكان هناك خلاصة الأمر يعني برأيك بالآخرين كان في تغطية كان في غطاء أوروبي اليوم وعربي اليوم الأمر مختلف لا حلف الناتو كحلف هو مشارك لا الاتحاد الأوروبي كوحدة منظومة متكاملة مشاركة لا مجلس الأمن مشارك روسيا والصين أعادتا فرز هذا العالم بصياغة جديدة بعض الدول العربية لأنها أوغلت كثيرا في الدم السوري فهي تريد واضح هذا المشهد ويستحق النقاش ليس هناك منطقان هناك منطق واضح ولكن خليني انتقل على بيريز مع المعارض السوري ميشيل كيلو يلي صار معنا وبرجع بعدين بتابع هذا النقاش معكم. استاذ ميشيل كيلو مساء الخير. مساء النور. بداية سأبدأ معك قبل الحديث عن الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا سأبدأ معك مما يحدث في معلولة هذين اليومين يعني هناك الحديث من الأخبار والمعلومات والمعطيات التي تتحدث عن كارثة عن وضع غير مقبول عن 20 قتيل من أهالي معلولة عن 15 مخطوف لدى مسلحي جبهة النصرة وعن اقتحام دور العبادة والكنائس والأديرة وإلى آخره. ماذا لديك من معطيات أو معلومات عن الوضع في معلولة؟ يعني اللي عندي هو اللي عند غالبية الناس واللي معروف. عندي ما شاهدناه بأم أعيننا وسمعناه بأذاننا عندما قال قائد العملية نحن لا ندخل كي ننتقم من أحد، نحن نريد الحرية لكل السوريين ونحن نحترم هذه المقدسات هي كنائس وأديرة ولا يجوز أن نمسها بسوء. ثم انسحبوا بعد نصف ساعة، ما حدا أجبر أن ينسحبوا، انسحبوا بعد نصف ساعة. وكان هناك حديث لراهب الدير مار موسى وقالت فيه لا أحد أزعجنا ولم يدخل أحد إلى الدير. البارحة مساء أرسلت كتيبتا من الجيش الحر كي لا يدخل أحد إلى معلولة من الجيش الحر وليس لا تنظيمات إسلامية ولا تنظيمات غير إسلامية، جيش حر. نعم. اليوم قصفت معلولة بالطائرات. فأنا بعتقد أنه ما يجري في معلولة يراد أن يستخدم من أجل التغطية على ما جرى في الغوطة
اليوم هناك حساسية غربية خاصة لوضع المسيحيين في سوريا، والنظام يريد أن يلعب عليها. هو يحمي اليوم المسيحيين ويحمي معلولة من الأصوليين. نعم. وعندما دخل مثلا إلى البيضة القرية جنبانياس، أول بيت دمروا بالبيضة، مبنى دمروا بالبيضة كان الكنيسة. بس استاذ ميشيل، وقتل وجرح 37 مسيحي من اهل البيضاء. نعم، بس استاذ ميشيل، في وقائع يعني على الارض، في معلومات تتحدث عن وجود، وفي صور كمان وفي مشاهد وفي معلومات تتحدث من داخل معلوله انه السكان اضطروا انهم يتركوا البلده وما بقى فيها موجود غير المرضى والعجزة. في معلومات وايضا اخبار تتحدث عن، ولك يا سيدي العزيز، عن مسلحين من جبهه النصره عم بخوفوا الناس. وفي البطرك لحام عم بيقول، بطريرك غريغوريوس الثالث لحام عم بيقول انه معلولة تعاني بعد ان هاجمها مجموعة من اللصوص والمخربين. طب هيدا كله شو؟ يا معلمي، اول شيء معلولة بلد صغير، ثاني شيء بلد محشور بيوته بعضها فوق بعض، ثالث شيء ليس، انا لم اقل انه ليس هناك قتال في معلولة. بعد ان انسحب الجيش الحر بنصف ساعة، بعد ان انسحب المسلحون، يا سيدي ما الجيش الحر، بنصف ساعة، ساعة دخلها مرة اخرى قوات من النظام والامن والشبيحة والى اخره، مع ان المسلحين عندما انسحبوا قالوا اذا عادوا اليها سنعود نحن ايضا. لماذا عادوا اليها؟ كي يحموها. مسألة أخرى، إذا عادوا إليها علما بأن المسلحين انسحبوا. مسألة أخرى، إذا قصفت بلدة طولة 600 متر وعرضها 150 متر بالطائرات، يعني هل تستغرب أن يقتل فيها ناس؟ أو أن يهاجر أهلها، أو أن يغادروها، أو أن يتركوها؟ بس ليش بدنا نعتبر بلدة سورية لم يغادر أهلها؟ أستاذ ميشيل، ليش بدنا نعتبر أنه أهل معلولة غادروها بسبب قصف طائرات النظام؟ وليش ما بدنا نشوف أنه ممكن يكونوا غادروها بسبب مسلحي جبهة النصرة، خوفا على أنفسهم، خوفا على وجودهم، خوفا على حياتهم، خوفا على مقدساتهم وعلى أديرتهم وعلى كنائسهم؟ عم قلك مبارح أرسلت كتيبتان لمنع جبهة النصرة وغير جبهة النصرة من دخول معلولة. هل تستطيع تابعتان للجيش الحر، هل تستطيع كتائب الجيش الحر أن تمنع جبهة النصرة من الدخول ويقال أن جبهة النصرة هي الأقوى على الأرض؟ ما هون كمان السؤال. لا، رح جاوبك أنا على السؤال مباشرة. تفضل. هناك في دير الزور من صادر أسلحة للجيش الحر، هؤلاء هم من مختلف التنظيمات الأصولية. أرسل العقيد مهند الطلاع قائد الجيش الحر في دير الزور إنذارا لهم بتسليم الزخائر والأسلحة خلال ساعة، وإلا فإنه سيقضي عليهم في كل المنطقة، وجاءوا بها بعد 5 دقائق. حاجة أسطر يا أخي، جبهة النصرة أقوى الناس، ودولة العراق الإسلامية أقوى الناس، وما في حدا على الأرض غيرهم، وكل ما صار مشكلة بمحل بيكونوا هن اللي فايتين، وهن اللي عم يقاتلوا، وهن اللي عم يحرروا إلى آخره. هذا الكلام ما هو صحيح. طيب ما دام ولا أي محل صحيح. طيب. باستثناء محلات، اسمح لي كفي، باستثناء محلات محدودة جدا. مثلا إذا بتأخذ مدينة الرقة فيها 312 واحد من، عم خلك بالعدد، 312 واحد من دولة العراق والشام الإسلامية، بس فيها فوق 700 واحد أحرار الشام. أيه. وفيها كتائب الحرية والكرامة حوالي 3000 شخص. ايه طيب، ما زال هيك ما بده يشوف إلا جبهة النصرة ودولة العراق هو حر. طيب ما دام هيك يا أستاذ ميشيل، ليش ما بيتم القضاء على هذه العناصر يلي عم بتشكل نقطة سوداء بالنسبة للمعارضة السورية وبالنسبة للثورة السورية؟ يعني جبهة النصرة عم بتشكل محطة سوداء. إذا كان هالقد وضعهم ضعيف، إذا كان وضعهم ضعيف، ليش ما بيتم القضاء عليهم من قبل الجيش الحر؟ طالما الجيش الحر هو الأقوى. يا أخي خليني جاوبك. فضل. إذا كان جبهة النصرة دخلت، هل قال قائد جبهة النصرة هذه مقدسات دينية أديرة وكنائس لا يجوز أن نمسها، ونحن جايين لنحرر كل الشعب السوري؟ أي جبهة نصرة هي عم تحكوا عنها أنتوا إذن؟ كيف أي جبهة؟ هل جبهة النصرة دخلت وانسحبت بعد نص ساعة؟ معناتها دح جبهة النصرة، ليش لا نقضي عليها؟
لا بس في 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 معلومات تتحدث عن اعتداءات صارت. الله يخليك. في معلومات تتحدث عن اعتداءات قامت بها جبهة النصرة. يعني ما بعرف ليش عم نخفف من وطأة هذه الأخبار. يعني هل هي أخبار كاذبة؟ هل هي أخبار ملفقة لما بيتم الحديث عن اعتداءات طاولة الأماكن المقدسة والأديرة والناس والأطفال؟ أنا برأيي هي أخبار كتير ملفقة ومبالغ فيها، والغرض منها هو التغطية على جريمة الغوطة. اجت لعند النظام من عند الله، والنظام سيقصف وسيدمر معلولك إلا ليقول الأصوليين. نعم. وأنتوا يعني بتصور أنكم ما كنتم كتير بعاد عن تصديق هيك مسائل، عم تقيسوا على لبنان وتمشوا. لا صرنا شايفين جبهة النصرة وين مكانها. لا عم نقيس إذا في بكل الشام خمسة جبهة نصرة. عم نقيس على الوقائع لما بينقال. لما بينقال 10 جبهة نصرة. أستاذ ميشيل لما بينقال على لسان جبهة النصرة إنه معلولة هذه مدينة الصليبيين ونريد اقتحامها، هيدا شو بيكون؟ نريد تحريره. واحد فينا يقول يعني ما سمعت بهذا الكلام؟ لا ما سمعت بهالكلام، وحتى لو سمعتوا كل واحد فينا يحكي اللي بده اياه. لاقتحموا معلولا، انسحبوا منها بعد نص ساعه دون ان يسببوا اي اذى فيها بشهاده راهبه مفروض انت تصدقها. نعم. لا يعني حتى عم بينقال، يعني هون في علامه استفهام عن شهاده الراهبه، عم بينقال قد تكون خائفه من المسلحين المتواجدين في الدائرة. يعني أيضا كمان في علامة استفهام حول هيدا الموضوع. على كل استاذ ما كانوا بالدائرة لما حكيت. نعم. على كل حال استاذ ميشيل، يعني بدي انتقل من موضوع معلولة إلى الموضوع الذي هو أشمل وأوسع وحديث الساعة هذه الأيام من أسبوعين لليوم، الضربة العسكرية المحتملة على سوريا. تقول في تصريح لك بالأمس أنه هذه الضربة حاصلة لا محال، وهي ستهشم النظام وتغير وجه المنطقة، والنظام وحلفائه لا يجرؤون على الرد. اليوم الرئيس الأسد نقلا عنه بيقول أنه حلفاؤنا سيردون. كيف ممكن أنه هذه الضربة تهشم النظام؟ وكيف تتوقع أنه النظام لن يرد والرئيس الأسد اليوم بيقول أنه حلفائنا سيردون؟ معلمي صارت 3 مرات النظام العظيم خايض حروب خارجية ب3 مرات. حرب حزيران هزم قبل أن يدخل في الحرب، وحرب 73 هزم بعد 12 ساعة أو 13 ساعة. كانت القوات الإسرائيلية مخترقة منطقة القطاع الشمالي وفاتة عند خان أرنبي بعد 36 ساعة عفوا. وحرب 82 بلبنان أنتم بتعرفوا، وهي إسرائيل. النظام سيصمد أمام الأمريكان؟ يعني قيسوها بعقلكم. هاي وحدة. 2، الروس أعلنوا رسميا، ما بشر الأسد، الروس أعلنوا رسميا أنهم لن يخوضوا حربا من أجل أحد. وأعلنوا رسميا أن سفنهم لن ترد على أي اعتداء إلا إذا كان مقصودا، يعني إذا غير مقصود ما راح ترد. أما الإيرانيين فيعني أنا ما بعرف، يعني يمكن في عندك من بيعرف بإيران أحسن مني. يعني أنا برأيي أنهم يتوضوا باللبن أحسن لهم من أنهم يقعدوا يردوا. صار لهم 2.5 سنين عم يقاتلوا مع بشار الأسد، النتيجة بشار الأسد عم ينهزم على ايد الجيش الحر مش على ايد الامريكان. لليوم الامريكان مرموا فتيشة على سوريا. بس كيف عم بينهزم؟ اخرج من 3/4 سوريا على ايد الجيش الحر. كيف عم بينهزم يا استاذ ميشيل؟ كيف عم بينهزم وانه ايضا هناك معطيات تشير الى تقدم النظام على الارض، وعلى ما زال يسيطر على مؤسسة الجيش، ما زال يسيطر على المواقع الكبرى، ما زال يسيطر على العاصمة دمشق. يعني كيف عم بينهزم من 2.5 سنين لليوم؟ لو عم بينهزم ما كان انتهى النظام. اول شيء لا ما كان انتهى، ينهزم لحتى ينتهي وراح ينتهي. أول شيء لا يسيطر على العاصمة دمشق، وأنت بتعرف أنه صار له عم يقاتل 9 شهور على الغوطتين الغربية والشرقية، عم يقاتل على محل بعيد 500 متر عن مطار دمشق، صار له 9 شهور ما قدر يستعيده، اسمه دارية، اسمه المعظمية ودارية. المسألة الأخرى، اسأل النظام عن أداء ضباطه بخان العسل وبمطار منغ وبالساحل، اسألوا إذا انهارت الحلقة القيادية لجيشه إلا ما انهارت. وأنا برأيي بدأ انهيار النظام الحقيقي بهالمعارك 3. خليوني احكي معهم، خلي حدا منهم يقول لك كيف أداء ضباطهم، خلي حدا يقول لك وين 73 ضابط هربوا من مطار منغ، لوين راحوا، وينهم هن هلق. استاذ ميشيل، لا النظام عم ينهار يا سيدي. طيب انت وعم يتراجع. تتوقع ان يسقط النظام مباشرة بعد بدء الضربة؟ يعني شو السيناريو، يعني شو السيناريو اللي انت بترجحه؟ كيف يعني بده يسقط النظام مباشرة بعد بدء الضربة الأمريكية المتوقعة على سوريا؟ يا معلمي النظام ضعيف، صار لدرجة أنه لما كان قوي ما كان يتحمل ضربات.
ضعيف إلى درجة أنه لن يقوى على تحمل الضربات. أنا لاني عسكري ولاني عامل خطة عسكرية لا للأمريكان ولا لغيرهم، وأنا لا أريد أن يضرب بلدي بالمناسبة، بس النظام ضعيف إلى درجة أنه لن يقوى على تحمل ضربة. أنت بتتصور أنه إذا حجبوا اتصالاته وضربوا مراكز القيادة والسيطرة تاعته ودمروا له مطاراته وقواعده العسكرية الأساسية ونزلوا فكوا له سلاحه الكيماوي، سيدي نزلوا على الأرض وفكوا له أسلحته الكيماوي، كمان في إنزال على الأرض من النظام برأيك؟ إنزال على الأرض يعني تتوقع إنزالا على الأرض؟ قال لك إذا بس هيدا يعني كل شيء متوقع. بس أنا برأيي بس المتوقع استاذ ميشيل، بس خليني أحكي دقيقة، بس خليني ناقشك. المتوقع حسب الأجواء أنه أن تكون ضربة محدودة، يعني أيضا كمان المحللين الغربيين وحتى الأمريكان بحد ذاتهم عم يتحدثوا عن ضربة محدودة، فالضربة المحدودة كيف ممكن أن تغير الموازين؟ صحيح، عم يحكوا عن ضربة محدودة. أنا زلمة عم بستعمل عقلي وأنت اسمع شو بيحكوا. نعم، عقلي بيقول لي أنه باراك أوباما لا يستطيع أن يتحمل حرب فيها تصعيد، ولن يدخل إلى سوريا إذا كان في حرب فيها تصعيد، وهو سيدخل إلى سوريا وافق الكونغرس أم لم يوافق، والأيام بيننا. حتى لا يكون في تصعيد يجب أن تكون الضربة شديدة إلى درجة أنه لن يرد عليها. لمعلوماتك سنة 2004 و5 و6 حطوا سيناريوهات لضربة لإيران لا رد عليها، فكيف لسوريا؟ النظام مهلهل وجيشها مهلهل وابتدى يهرب بكل محل. نعم، أنا بتقديري، ما معلوماتي، بتقديري بيشتغلي لعقلي أن الضربة لن يكون هناك، ما لازم يكون في رد عليها، لذلك يجب أن تكون قوية وساحقة. اسمح لي أسألك، أنها ستكون قوية وساحقة. اسمح لي أسألك، حضرتك عم بتقول أنه عم تحكي عن ضربة عسكرية قوية وساحقة وعن ضربة أمريكية ستغير النظام وتغير تهشم النظام السوري وتغير وجه المنطقة والآخره. اسمح لي أسألك، كيف يمكن لميشيل كيلو المعارض السوري الوطني المعروف بتاريخه وبنضاله وبمواقفه وبمبادئه وبوطنيته على مر كل هذه السنين، كيف معقول ميشيل كيلو يكون مع عدوان، يعني هيدا عدوان أمريكي على بلدك على شعبك على ناسك؟ هذا العدوان قد لا يصيب الرئيس الأسد بأي مكروه، قد يذهب ضحيته الشعب العادي، الناس المعترين يلي موجودين ببيوتهم وبأماكنهم وبطرقاتهم وبأشغالهم. كيف يمكن لميشيل كيلو أن يكون مع هذا العدوان؟ هذا سؤال يطرح. خلصت؟ نعم. القول بأن الضربة ستغير وجه المنطقة ليس لي، لو أنت عم تتابع كنت عرفت أنه هذا الحكي حكاه جون كيري بالكونغرس، بس أنت تبنيته، وأنه أمريكا أنت تبنيته بتصريحك أستاذ ميشيل بالأمس. لا ما تبنيته، أنا عم بحكي شو بده يصير. ما تبنيته ولا تبناني، أنا عم بحكي بشكل موضوعي تماما عن اللي بده يصير. الأمريكيون يعتقدون أن روسيا لا تستطيع أن تفعل شيئا في سوريا لأن حاولت المستحيل بسنتين ونص وما قدرت تحسم الأمور لمصلحة النظام، وأن الإيرانيين غارقين بالأزمة السورية إلى درجة أنه بإخراجهم من سوريا سيخرجون من العالم العربي وسيتم تطويقهم بإيران. وحزب الله، وينه حزب الله بسوريا اليوم؟ فرجيني وينه حزب الله بسوريا اليوم؟ داب، ما عاد في منه شيء. لا، وين الانتصارات الإلهية وإلى آخره؟ طيب بس ما عم بتجاوبني على سؤالي. هم يعتقدون أن الفرصة مناسبة لقش الطاولة. بس ما عم بتجاوبني. هذا اللي أنا عم قوله معلم. بس ما عم بتجاوبني. أنا مع، ولا عم قول يعطون العافية. بس حتى كلامك. ما بتخليني أحكي يا أخي. ما بتخليني. يا أستاذ ميشيل، حتى كلامك اليوم. تحكي لي أوصاف ربع ساعة. ما خليت لا، حتى كلامك اليوم. يعني وكأنك أنت تنتظر هذه الضربة لكي يزال النظام، فأنا من هون سؤالي أنه إلى أي مدى هذا الأمر منتظر من ميشيل كيلو، وهذه الضربة قد تؤدي إلى سقوط قتلى من الناس البريئين والعاديين؟ يعني الله يطول لي عمرك ويخلي لي إياك أنت والناس اللي مانهم بريئين ومانهم عاديين لسا ما سقطوا، كم واحد ضل بسوريا ما سقط لهلق؟ هلا صرنا شايفين الناس البريئين والعاديين؟ روح اتفرج على الشعب الممزق، نص الشعب السوري صار يا ميت يا قتلان يا مشرد يا جوعان يا عريان يا مالو أهل يا مالو حدا. هلا اكتشفنا أنه الشعب صار الناس ممزقين والناس مشردين. لا مش معناتها، مش معناتها، لا حق 30 ليره بسوريا اليوم. بس مش معناتها انه ينزاد كمان عدد هالناس اللي عم بيموتوا، ومش معناتها كمان انه اللي راحوا يعني كان لازم يروحوا، لا يعني نحن ضد انه ينزل ناس بريئين ويسقطون، كان قبل او هلا.
يا استاذ جورج، يا استاذ جورج. نعم. الله يكثر خيرك على عواطفك. انا اليوم امبارح كتبت مقالي بالسفير تقول اذا اقنعتوا للرئيس بشار الاسد بان يغادر البلد نحن سنقف نعمل مظاهرات ضد اي حركه امريكيه بسوريا. علنا هذا الحكي، ما حدا قتل حاله على ضربة أمريكية، والقصة ما أنا بينه وبين الأمريكان، قصة بين النظام وبين الأمريكان من الأول. نحن حذرنا، إذا أنت متابعني أنا من سنتين كتبت مقالة قلت فيها رح يتركوكن تدمروا سوريا وبعدين رح يدخلوا بلحظة مناسبة ويكبوكن على الزبالة ويعملوا اللي بدهم إياه بالمنطقة. هذا اللي أنا عم قوله، أنت عم تقلي دراويش ووطنية وما وطنية. هذا تحذير وتبصير للناس من نعم. سنتين كان للي ماسكين الحكم بسوريا من النتائج الفظيعة على سياستهم الكارثية اللي دمرت البلد حجر حجر، ولا عم تدمر كيان الدولة نعم. ويمكن المنطقة كلها. نعم، اسمح لي بالختام اسألك قبل ما ينتهي وقت البث الفضائي من هناك، هل تتوقع تصويتا للكونغرس نهار الاثنين؟ هل تتوقع بدء عمليات عسكرية هذا الأسبوع أم المهلة مفتوحة ومتروكة؟ ما بعرف بصراحة، ما بعرف، بس أنا رح أقول لك مرة ثانية رأيي، سواء وافق الكونغرس أو لم يوافق سيكون هناك ضربة أمريكية، لأن أمريكا تعتقد أن اللحظة مناسبة كي تفرض هيمنة طويلة الأمد على المنطقة. نعم. عبر سوريا ومن خلال حماقات نظام سوريا وجنون نظام سوريا الذي رفض منذ البداية أي حل سياسي للأزمة مع المعارضة ومع الشعب ومع الناس. نعم، شكرا لك أستاذ ميشيل كيلو. وحقق لهم المستحيل. نعم، شكرا لك. دمر لهم بلدهم بجيشه وبسلاح المجانين الروس. شكرا لك استاذ ميشيل كيلو، كنت معنا مباشره من العاصمه الفرنسيه باريس. اذا ساتابع هذه الحلقه مع ضيفينا انطوان سعد وفيصل عبد الساتر، ولكن قبل ان اتابع هذا الحوار ساتوقف مع فاصل اعلاني ثم نتابع الحلقه. نتابع إذن مشاهدينا هذه الحلقة من الأسبوع في ساعة مع ضيفينا في الاستوديو دكتور أنطوان سعد والأستاذ فيصل عبد الساتر. وبالطبع عندي كثير من التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كان على الفيسبوك أو على تويتر الخاص بالبرنامج، ولكن خارج إطار التعليقات السياسية وأيضا النقاش اللي علاقة بالسؤال هل يمكن لهذه الضربة المحتملة أن تغير موازين القوى في سوريا، في مناشدة من ريما فواز قمر قال تناشد على الهواء الدفاع المدني أنه يتحرك لأنه الحرش في عرمون يحترق، ونحاول الاتصال بالدفاع المدني ولكن ما في جدوى والنيران تقترب من المنازل. لربما أنه بنقدر نساهم بأنه الدفاع المدني يتوجه إلى الحرش في عرمون لأنه في حريق والنيران تقترب من المنازل. أيضا من الأخبار الأمنية اللي وردت منذ بعض الوقت الإشكال الذي حصل في برج البراجني، وسنحاول أن نتابع تفاصيله على الهواء في حال وصول معلومات ومعطيات جديدة. دكتور سعد، أعود لمتابعة الحوار معك. كنا عم نناقش في موضوع الضربة الأمريكية المحتملة، وكنت عم تقول أنت ببداية الحوار أنه إذا ما كانت هذه الضربة محرزة ما بيقوموا فيها، أو ما الأمريكان لا يقدمون عليها. هلأ في عنا يعني نفس الشيء اللي سألته للأستاذ ميشيل كيلو، أنه في عنا الكثير من التسريبات والمعطيات التي تتحدث عن ضربة محدودة لحفظ ماء الوجه، لأنه غطسوا الأمريكان بهذا المشروع ولأنه ما في إجماع دولة على هذا الأمر، ما في غطاء من مجلس الأمن، يعني بدهم طريقة معينة لحفظ ماء الوجه بتكون من خلال ضربة محدودة. شو تعليقك على هذه الفرضية؟ أنا أعتقد يعني مني بالأساس من المرحبين أنه يصير في ضربات على العلم العربي أو على أي علم آخر، بالعكس بدنا نطور مفهوم المنظومة الدولية والعدالة الدولية في إطار المساواة بين الدول لحتى نوصل بالمواطنية على أساس الانتماء للعولمة مش للدولة حتى. هذا مستقبل الشعوب، ولكن للأسف ما بتصير هالتطور إلا بعد الكوارث والحروب والويلات، كما شاهدنا مع عصبة الأمم، كما شاهدنا مع الأمم المتحدة، وأخيرا بعد انحلال الاتحاد السوفيتي صار في تفرد أمريكي، صار في نكسات عند الأمريكان بين اقتصادية وعسكرية أدت إلى إعادة فرض التوازن الدولي، وهي اليوم روسيا عم بتحاول تقول أنه أنا دولة عظمى
صار لهم 20 سنه الامريكان بيزركوها، اخرها كان في فور يلي الحلف الرباعي على خسره روسيه، لكن هيدا كله لا ينفي انه في حاله، في مشكله كبيره بسوريا، في عندك 120 الف قتيل، مئات الالاف من الجرحى، 200 الف مفقود او معتقل، اضافه الى عدد كبير من اللاجئين. كذلك الامر في سبب اساسي انه انت بنظام ديكتاتوري، ما في حدا فريق داعم او مؤيد يقول انه لا والله انا بعرف 70% من الشعب مع او ضد. في نظام ديكتاتوري. نعم. شأنه شأن اي نظام اخر. يعني اليوم بيطلع قرار، هيدي صارت حاله متكرره بالعالم بالعلاقات الدوليه. يعني شفنا اسبانيا مره دخلت كان شايفه ديكتاتور اسمه بينوشي وما كان في حدا عم بيقدر يكف عن المجازر اللي عم يعملها. نعم. في اخر مره كان مكبل 3000 مره مع بعض كبلون هن لحتى يوقف يقتلوا لهم. بدنا نتوسع اكثر. طيب هون شو شو تعليقك على الموقف الكنسي؟ يعني سمعنا موقف الفاتيكان، سمعنا موقف البابا الغير مؤيد للضربه ولا للحرب، يعني هذا الا يعني شيئا ما؟ يعني الكنيسة، كل الكنيسة، موقف الكنيسة، موقف الأوروبيين، موقف مجلس الأمن، موقف الروسي، موقف الصيني، دول البريكس، طهران، يعني في مواقف عديدة تدعو إلى عدم القيام بهذه الضربة. كيف ممكن يكون في غطاء معين للأمريكيين للقيام بها؟ يعني الكنيسة بشكل عام ما فيها تكون خارج إطار السلام والوفاق والتمني بعدم حصول الويلات والمآسي والقتل والدمار. بس كمان يعني اليوم ما عم بيصير بمعلولة لابد ما يكون له خصة في دفع الكنيسة إلى مزيد من المواقف المتطورة في إطار موقف صريح. بس عم بيصير بمعلولة، مين قالك إنه النظام عم بيعمله؟ لا لا نحن ما عم نقول هيك. ربما ما بالعكس، إنه عم بيصير بمعلولة رح يدفع المسيحيين أكثر للتمسك بالنظام القائم، مش لأنه البديل عم بيعمل العمايل بمعلولة، هيك الصورة عم بتكون. بغض النظر يعني ما فينا نجزم 100%، بس هيدي الصورة. أنا عم بقول بغض النظر عن كان مصلحة أبناء معلولة الوقوف إلى جانب النظام أم الجيش الحر أم غيره، إلا أنه ربما ما يحصل في معلولة اليوم يهدف إلى صدور موقف أكثر صراحة من الكنيسة الكاثوليكية. طب خليك معي حتى تابع معكم على أساس فيصل، ولكن متابعة للإشكال الذي حصل قرب مخيم برج البراجنة، معي مباشرة عبر الهاتف القيادي الفلسطيني خالد أبادي. مساء الخير أستاذ خالد. مساء النور حبيبي. بداية، ما هو الوضع الميداني بعد المعلومات التي تحدثت عن إشكال وقع قرب مخيم برج البراجنة بين عناصر فلسطينية وعناصر من حزب الله؟ يعني توضيحا للموضوع، هو ليس يعني عناصر فلسطينية وعناصر، هو هناك كان في اليوم موكب زفاف مر على حاجز لإخواننا في حزب الله، وصار في إشكال بين الشباب، يعني بين الحاجز وبين الشباب، وانتهى الأمر في حينه. موكب زفاف حينه. لأشخاص فلسطينيين يعني من داخل. نعم. مخيم برج البراجنة. نعم. طلعوا إلى. نعم. خارج المخيم. نعم. لا، هم كانوا خارج المخيم بطبيعة الحال، جايين بالموكب على المخيم مثل ما بيصير بكل الأعراس. صار حصل تلاسن ومشادة على الحاجز وانتهى الأمر. نعم. هل هناك إصابات؟ هل هناك جرحى؟ نعم للأسف هناك شاب استشهد على الحاجز من بيت السمراوي. نعم. أخ لنا استشهد على الحاجز، وفي ثلاث إصابات الحمد لله، كان بعضها كان في اثنين خطرين الآن خفت الخطورة عنهم، واثنين خرجوا من المستشفى. نعم. والآن يعني تطوق الموضوع، وإن شاء الله يعني هذا حدوده تطوق الموضوع، يعني في جلسات ومتابعة بين الفصائل الفلسطينية في مخيم برج البراجنة مع الأخوة في حزب الله والجوار. يعني في معلومات تحدثت عن قتيل وخمس جرحى، وفي معلومات. نعم. تانية تحدثت عن قتيل وثلاث جرحى. يعني ما هي يعني ما هي المعلومات الدقيقة في هذا الموضوع؟ لا، هو المعلومة الدقيقة هو قتيل وخمس جرحى. نعم. لكن في يعني اثنين يعتبر جراحهم طفيفة جدا، فلجأ لوثلاثي موجودين بالمستشفى الحمد لله اطمئنين. نعم. عليهم، يعني وضعهم مستقر. ايضا تحدثت، لكن في شهيد. نعم. هو الاخ السمراوي. نعم. ابو الشنب، يعني هو اللي صار معه الحادث كان على الحاجز اثناء، بس هي حدود المشكلة للتوضيح، يعني حبينا نوضح. والان اجتماعات مستمرة ما بين قيادة الفصائل الفلسطينية مجتمعة مع الإخوان في حزب الله،
ومع الإخوان في اللجنة الأمنية. مين يعني الأشخاص يلي عم يجتمعوا؟ مين القياديين الفلسطينيين ومين المسؤولين بحزب الله يلي مجتمعين هلأ؟ هل عندك هلأ أسماء؟ يعني بعد شي ربع ساعة بيتم بينعقد اجتماع. طبعا الإخوان في حزب الله هم مسؤولين اللجنة الأمنية وقيادة الفصائل الفلسطينية اللي موجودين في المخيم وفي بيروت. مين يعني مين القيادة؟ القيادة الفلسطينية الآن في فصائل منظمة التحرير على رأس الأخ العميد سمير أبو عفش أمين سر منطقة بيروت. نعم. وكل الفصائل الفلسطينية مجتمعة مع الإخوان في حزب الله. نعم. أيضا تحدثت نعم. المعلومات الأمنية أيضا عن إصابة عنصرين من حزب الله يلي كانوا موجودين على الحاجز. لم نتأكد من الإصابات بالطرف الآخر، ولكن هو الإشكال يعني انتهى في وقته مباشرة، يعني لم يمتد الإشكال، والآن نعم. الوضع هادئ إن شاء الله. ونتمنى على جميع يعني وسائل الإعلام وعليك أستاذ جورج تحديدا التأكيد على أن الإشكال قد انتهى، وأنه الآن الوضع تحت السيطرة، وهو إشكال فردي يعني منفصل عن أي إشكالات في البلد. نعم، شكرا لك سيد خالد. توضيحا للإسم، اسمي خالد عبادي مش عبادي. نعم عبادي، خالد عبادي. عبادي نعم حبيبي. نعم عملناك إيراني. ايه وراك السفير كمان حبيبي. شكرا لك استاذ خالد عبادي. شكرا الله يخليك. اذا نعود لمتابعه الحوار. استاذ فيصل عبد الساتر، لما بيقول رئيس الاسد اليوم انه حلفاؤنا سيردون اذا تعرضت سوريا لاي هجوم عسكري، هل هذا تهديد تهويل واقع قائم؟ ومين يعني الحلفاء يلي بيقصدون؟ ايران، حزب الله، مين؟ يعني قبل ان ادخل الى كلام الرئيس الاسد، طبعا يعني بما انه يعني طريقه استضافه السيد ميشيل كيلو كانت طريقه مستعجله ولم ندخل في سجال، وطبعا حيث وجه الي بعض سهامه بطريقه او باخرى فمن حقي الرد ولو كان غائبا، يعني بدون على ما الاقل بدون لتسجيل موقف، بدون يعني ما يسميك، يعني ما سميك، بدون ما يسميني، قال ان لديك من له خبره بالايرانيين. انا اتشرف ان اكون لدي خبره بالايرانيين قبل ان بالأمريكيين والفرنسيين، يعني بطبيعة الحال فهذا شرف لي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، مقاربة معلولة مع الأسف الشديد، حتى الدكتور أنطوان كنت أتمنى أن تكون المقاربة مختلفة تماما. أولا مقاربة معلولة لا تكون بأن طول البلد 500 متر وعرضه 150 متر. معلولة هي جزء من تاريخ جزء من تاريخ هذه المسيحية في المشرق، هي يعني بها يؤرخ المسيحيون في الشرق، وبالتالي يجب أن يتعاطى مع هذا الملف من هذا العنوان بغض النظر سواء دخلت النصرة، خرجت، دخل الجيش الحر، خرجت الجيش الحر، دخلت قوات نظامية، خرجت قوات نظامية. المسألة هي أكبر من ذلك بكثير، بدليل أن بيان الذين دخلوا قالوا أننا نريد أن نحرر هذه المدينة الصليبية، في حين أنهم لم نسمع منهم أي كلمة عن تحرير القدس من براثن اليهود، عندما ممكن أن يقولوا أن هذه المدينة دنست من قبل اليهود، فليذهبوا ويحرروا هذه المدينة المسيحية والإسلامية من البراثن اليهودية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى وهذا الأهم، المسألة ليست أسطرة، هو اتهم الإعلام بالأسطرة واتهمكم ضمنا في نيو تي في بالأسطرة بجعل هذه القضايا وهذه هذا الإعلام وكأنه يروج لمقولة ما تخدم النظام. أبدا هذا الأمر ليس موجود. أولا الذي يعرف طبيعة معلولة يستطيع قناص واحد في جبال معلولة من الأعلى الغربي أن يقفل المداخل البلدة لأسبوع أسبوعين على التوالي، لأن الطبيعة الوعرة هناك تستدعي يعني معالجة. بس لو سمحت بالاختصار لأنه عنده كثير بعد مواضيع. يعني هيدا ردا عم يشير، هذا رد خليني أنتقل للرد. نعم. رد الحلفاء. أما بالنسبة أيضا يعني كمان أيضا الذي يقول أنه ليس مع ضربة لوطنه لا يقدم كل هذه التبريرات وكل هذه الكتابات سواء في جريدة السفير أو في الصحف الخليجية. هلا عم بترد عليه وعم بتضيع الوقت. هو منه معك ونحن إمنا أنا احترمت صيغة البرنامج وعملنا وسألناه عن هذا الموضوع. خلاص ثاني في الموضوع. لنضع هذا الأمر جانبا. ألا ندخل إلى كلام الرئيس السوري. طبعا هذا الكلام ليس الأول من نوعه. كان هناك وضوح من الموقف الإيراني، من الموقف الروسي. فلاديمير بوتين في قمة الجي 20 قمة الـ20 تحدث بشكل واضح عندما سأله الصحافي هاي مواقف منعرفها. نعم. أنا اليوم عم بسألك لما بيقول حلفائنا رح يردوا، مين اللي بده يرد؟ إيران، حزب الله، روسيا،
انت شو بعرفني؟ ربما حمدين صباحي بالامس اعلن بيان واضح بس اننا مصر كلنا مصر مع سوريا. ايه مصر بعيده. لا لماذا؟ مصر بعيدة. اولا يعني من قال ان قناه السويس بعيده؟ قناه السويس في مصر ويستطيع اي فصيل ان يقوم باي ايه عمل ما ضد الامريكيين. حمدين صباحي منه رئيس جمهوريه مصر هلا. لا ما بينما السيد علي خامنئي هو مرشد الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه. حزب الله هو داعي للنظام السوري. ليس الامر متعلق بجهه محدده. عندما يتحدث الرئيس الاسد عن الحلفاء فنحن نعرف ان الحلفاء التقليديين هو هذا المحور الذي تتحدث عنه. دكتور سعد، من هم الحلفاء الذين يعول عليهم الرئيس الاسد بالرد؟ يعني انا بالحقيقه بالتجربه الاخيره ما اكتشفت مين هن الحلفاء اللي ممكن يردوا. مثلا لما ضربت اسرائيل اكثر من مره ما شفت حدا رد على اسرائيل. يعني اكثر من لما ضربت ثلاث مرات خرقت العمق السوري مؤخرا ثلاث مرات ما شفت حدا رد. اكثر من ذلك فوجئت من يومين وقت قطع الصاروخ الباليستي طلع مناوره امريكيه بالبحر تبين انه ما في رادارات عربيه او على الاقل خلينا نقول سوريه وحلفائها انه تقدر تكشفها الصواريخ. وبالتالي ما بقدر اتنبأ مين بده يرد. ما بقدر انا اجزم انه والله لانه كمان في تجربه 2006 يعني صحيح حزب الله تكفل بعمليه المقاومه الفعليه لاسرائيل بوقتها ولكن ما شفنا لانه خلينا نقول انه بشار الاسد والنظام في ايران هن حلفاء لحزب الله او على الاقل داعمين للشعب اللبناني وغيره. ما شفنا بوقتها رد يفوق الإطار الجغرافي المحدد لحزب الله. يعني أنا بفهم منك أنت بتتوقع أنه يكون هذا الكلام عبارة عن تهويل أو يعني ما حدا يعني أو كلام تجربة إعلامي. التجربة التاريخية الحديثة بينت أنه ما حدا عرض لك وقائع. حكي عن ثلاث غارات إسرائيليين ما ردوا عليها، حكي عن عطى أمثلة عن حرب تموز، عطى أمثلة عن عدة أمور معينة، كلامه منطقي، شو ردك عليه؟ يعني أولا يعني كلامه منطقي وأيضا كلام الرئيس الأسد منطقي. يعني عندما يقول أن هناك حلفاء سيردون في هذه المنطقة ليس المطلوب أن يكشف هويات. هو يتحدث بالمناخ العام. عندما تتعرض سوريا لعدوان مركب من الإسرائيلي ومن الأمريكي ومن الدول العربية وعدوان من خارج القانون الدولي على زريعة حتى الآن لم يتحقق منها أحد في هذا العالم، وتحدى الروسي الأمريكي بأن يقدم أدلة مقنعة. حتى الآن الأمريكي يعتمد على فيديوهات بثتها بعض وسائل الإعلام العربية تبين أن هذه الفيديوهات هي كاذبة ومركبة. نعم. يعني معقولة مثلا بس لكن على سبيل المثال ما تفتح لي على هذا الموضوع لأنه حأرجعني بس طيب. أنا كنت بموضوع الرد أما موضوع يعني الغارات التي حصلت على الشام وأن الحلفاء لم يردون. أولا المعني بالرد بالأساس يجب أن يكون الرد من الجيش السوري من السلطات السورية. ليه ما رد هذا السوري؟ أمر تقرره. قال أنه تحتفظ بالمكان والزمان الملائمين. ربما بعد لحد هلا ما إجا لا المكان ولا الزمان. ربما الآن هذا هو الزمان المناسب والزمان. وهذا الوقت المناسب. الآن تغيرت قواعد اللعبة. بس ميشيل كيلو عم بيقول لك أنه النظام ضعيف أضعف من أن يستطيع أن يرد. ميشيل كيلو ربما هو يعني يتحدث عن نظام لا يعرفه أو عن نظام يتمنى له أن يكون ضعيفا وهزيلا. هل كان هذا نظام. هل كان النظام يستطيع أن ينتصر في القصير لولا مساعدة حزب الله؟ يا أخي اسمح لي استاذ. كون واضح. كون صريح لو سمحت. هل كان يستطيع الانتصار؟ أنا أقول أن الجيش العربي السوري لم يكن مهيئا لقتال يعني في المدن وفي الشوارع وهذا أمر يعني القيادة السورية تعترف بهذا الأمر. هذا لا عيب فيه أن يكون حزب الله مساعد بشكل محدود وهو الذي ساهم في تحرير القصير. هذا أمر يعني حزب الله اعترف به والقيادة السورية اعترفت به. أما أن حزب الله سوف يرى أن سوريا تتعرض لعدوان كبير ولا يتدخل هذا أمر يقرره حزب الله. أنا لست ناطقا باسم حزب الله لكن أعتقد أن الذي هب ليدافع عن القصير تحت ذريعة الحفاظ على أمن المقاومة بالتأكيد عندما يشعر بأن هناك تهديدا أكبر بالتأكيد سوف يكون هو في خضم المعركة. نعم. أما فيما خص 2006 أولا لمعلومات الدكتور أنطوان وهو يعرف تماما أن كل الصواريخ التي جاءت إلى حزب الله لم تأتي إلا من سوريا وهي من صناعة سورية وقالها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. هل كان المطلوب أن تدخل إيران وسوريا الحرب مباشرة؟ هذا أمر ربما يعني للبعض آراء فيه لكن أيضا للقيمين على الموضوع رأي آخر. نعم. في هذا الموضوع خليني انتقل مباشرة إلى البطريرك غريغوريوس الثالث لحام. غبطة البطرك مساء الخير.
مساء الخير، اهلا وسهلا بكم من دمشق. طبعا حضرتك موجود بقلب دمشق بمقر البطريركية في حي الزيتون، ما هيك؟ نحن في قلب المدينة القديمة، وهي التي من باب توما إلى باب شرقي فيها تقريبا 100 كنيسة ومعبد وجامع ومؤسسة خيرية واجتماعية للمعوقين ومدارس وأيضا جمعية خيرية وأديرة، إذن كلها أماكن مقدسة وأماكن صلوات. نعم، غبطة البطرك المعلومات متضاربة حول مصير وواقع بلدة معلولة، وبنعرف أنه عندكم دير القديس سيرجيوس وباخوس التابع للرهبانية المخلصية، تابع لإلك يعني هذا الدير لغبطتك، فما هي المعطيات أو المعلومات المتوافرة؟ حتى عم بينقال أنه اليوم خطوط التليفون مقطعة وما حدا قدر يعرف شيء عن الواقع داخل البلدة، ماذا لديك من معلومات؟ يعني المعلومات وردتنا من الذين عايشوا الأزمة هناك. أولا دير قديس سيرجيوس وباخوس رفعت الصلبان عن الكنيسة وعن الجراثيم، ودخل المسلحون إلى الدير، ماذا عملوا لا نعرف داخل الدير. هناك أيضا بيوت كثيرة تهدمت من أبناء البلدة، أيضا 90% من أبناء البلدة وبناتها هاجروا، هناك بعض فقط المعوقين أو المشلوين أو العجزة الذين بقوا في البلد، هناك 4 أو 5 الذين قتلوا، وهناك 4 أو 5 الذين خطفوا أو مفقودين ونعرف عنهم شيئا، وهناك أيضا كثير من الجرحى الذين لا نعرف أيضا جرحى بعض الجرحى أيضا، إذن هناك الأوضاع صعبة جدا ولا نعرف. يقال أنه الآن هناك الجيش وصل إلى أعلى البلدة، نأمل أن يكون وصل إليها، ولكن أهم من ذلك كله هو أن هذه البلدة لا يمكن أن تستحق هذا العقاب وتدخل وهذه الدماء، فهي بلدة تاريخية أثرية للعالم كله سوا. نعم. يعني نتأسف أنه وصلت هذه الأحوال إلى معلولة، البلد الآمنة التي فيها تعايش مسيحي إسلامي من دون أي مشاكل. نعم، غبطة البطرك يعني المسلحين التابعين لجبهة النصرة هم من قاموا برفع الصلبان، يعني هل حطموا الصلبان أو يعني ماذا تحديدا فعلوا؟ نحن نسأل أنه عمليا رفعوا الصلبان، المسلحون طبعا رفعوا الصلبان. نعم. أنه كسروها طبعا، شوف يعني حطوها يصمدوها في بيوتهم، يعني أكيد ما بنعرف شو صار فيها، وأيضا طالت بعض القذائف من هنا وهناك، كنيسة القديسة تكلا ولوانجوس وقزمة ودميانوس إلى آخره، إذا صار في خراب معين، ولكن أهم شيء أنه حقيقة صار في حقد وكراهية بين أبناء البلدة الواحدة، لأنه من معك ومن ضد هذا الهجوم، فإذا صار في بظن بغض إن شاء الله ما بدوم بترجع. نعم. البلد إلى محل. أي متى آخر مرة قدرت أنك تتواصل مع حدا داخل البلدة؟ اليوم حكيت مع الكاهن الذي ليس في البلدة، ولكن تواصل مع أبناء البلدة وأخبرني بما أخبرني، كذلك بعض المخطوفين في تطمين على أنه في حالة مع لا بأس، يعني ما أمان عليهم وإن شاء الله بيطلع. مين اللي عم يخطف؟ مين بده يخطف يا أخي غير اللي معودوا على الخطف يعني؟ نعم. واللي دخلوا موضة الخطف إلى بلادنا يا أخي، أنا بظن أنه أمريكا لازم تعرف، مش أنا أعرف. أمريكا اللي عندها الإمكان إخباريات على كل مستويات، ممكن تعرف وين النصرة وين القاعدة ومين الحقيقة المعارضة الحقيقية، هذا بدنا من أمريكا. بدأ ننتظر بالكيماوي، أنت بتعرف وين في ناس متطرفين ما تساعديهم في معارضة، أهلا وسهلا بالمعارضة، لكن أن يكون هناك غزاة ولصوص وعصابات هذا يجب أمريكا توقفه. نعم. بدأ من النتيجة هلأ توقف الكيماوي، نحن ضد الكيماوي ضد أي سلاح، لكن يا أمريكا القوية التي عندها عيون وين مكان، عندها أقمار صناعية وين مكان، تعرف وين في متطرفين كثيرين، هؤلاء يجب أن يكون لهم مكان في كل هذه الأزمة برات سوريا. أما المعارضة أهلا وسهلا فيها، الدولة مستعدة أن تتحاور معها وأن نذهب معا إلى جنيف. غبطة البطريرك الأستاذ ميشيل كيلو كان معي ببداية الحلقة مباشرة من باريس، عم بيقول أنه معلوماته أنه الجيش الحر كتائب من الجيش الحر دخلت إلى معلولة لحماية معلولة ولطرد جبهة النصرة. يا أخي حماية من مين يعني؟ هل لما نكذب على بعضنا؟ نعم. أمريكا مش عارفة، بيعرف ميشيل كيلو يعني أمريكا مش عارفة هالقضية هذي، مهما سمعنا منها. أي يعني عملية هذا يصب يعني ميشيل كيلو ننتهي من هذا الزمان، لأنه حتى الائتلاف والجيش الحر وكل هؤلاء أصبحوا مع بعضهم البعض عم يقتلونا يا أخي. يعني هذا يعني مبرر يعني؟
طيب بس يعني شكر يعني انا بدي شيء اقول لك شيء اخر اخي. بكره في اجتماع الكونغرس، انا بدي اقترح على اوباما يعزمني هلا اروح على الكونغرس وابدا بالصلاه بالكونغرس حتى انه الله ينور عائلاتهم حتى يغيروا هالفكر وما يكون في اي ضربه ويكون محميه لبنان اول شيء وسوريا والاردن والعراق وفلسطين واسرائيل، وان شاء الله الامم المتحده الكبرى بتحل المشكله الكبرى التي هي الصراع الفلسطيني. على كل حال امبارح سيدنا امبارح 20,000 كنيسة أمريكية قرعت أجراسها رفضا للحرب. نعم نحن كنا وراء هذه الحملة. ايه طبعا كل الأمريكان للمجالس الثقافية. أنا قلتها أمس، الشعوب المسيحية كلها في العالم كلها هي مع سوريا بالأسف حكوماتها، ولكن في المجالس الثقافية في فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا أرسلوا رسائل، كذلك أمريكا، كذلك كندا. إذن الشعب المسيحي بده يطمن الإسلام هنا، نحن مش صليبيين ولا نحن طابور خامس، نحن مع القضية وقضية السلم والسلام، ونحن الذين نؤثر على العالم المسيحي حتى يكون مع القضية السورية. نعم. إذا نطلب إن الله ينور القلوب. نعم. ونحن بكرة نكمل الصلاة مع البابا حتى إنه الله يرافق بالصلوات كل مداولات هذه الدول، إن شاء الله بدل ما يعملوا هلا كل جهود لأجل ضرب أو لا ضرب يوحدوا جهود حتى نذهب كلنا إلى جنيف. غبطة البطريرك، بدي أسألك يعني ربطا بما يحدث اليوم في معلولة، يعني هناك من يطرح السؤال هل يتحمل المسيحيون في سوريا، هل تتحملون أنتم مسؤولية ما يحدث في معلولة لأنه المسيحيين أخذوا طرفا منذ البداية بأنهم مع النظام وداعمين لبقاء النظام ويرون حمايتهم في النظام؟ هذه الأسطورة يا أخي مين صاغة؟ فلان وفلان بعرف مين صاغة؟ مين صاغة؟ اللي اللي مين صاغة؟ غبطة البطرك خلينا نحن مع سوريا التراث. إيه مين صاغة؟ مين صاغة لهي؟ نحن مع بعضنا ولا بدنا لا نظام ولا غير نظام، نحن مع سوريا نقطة على السطر. وكل من يدعي بأن المسيحيين عملوا كذا وكذا هؤلاء مفترون وليس أي أصل وأي شيء برهان على أن نحن مع النظام. نحن أنا عملت كل عملته ورحت وجيت ملي ولم يقل لأحد من النظام كلمة أعمل كذا أو كذا. النظام أبدا لم يتدخل فينا، نحن أحرار وأكثر الناس حرية في الواقع اليوم وأقل الناس كذبا ورئاء هم المسيحيون الذين عملوا بكل إخلاص لأجل سوريا ولا لأجل النظام أو غير ذلك. نحن أوينا رجالات ونساء وأطفال من المسلحين في المعرة معرونة، استقبلنا الذين بقوا من المسلحين رجال ونساء وطعمناهم أويناهم وحبيناهم بإزرع كذلك. نحن لم نتوانى أن نساعد كل الناس. هذه المقولة وهذا الافتراء على نحن كنيسة مع النظام هذا مرفوض جملة وتفصيلا. نحن مع سوريا وسنبقى مع سوريا. نعم، شكرا لك غبطة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، كنت معنا في هذه المداخلة مباشرة من قلب البطركية من مقر البطريركي في قلب دمشق. شكرا على هذه المداخلة. ونقول لكم الله يعطي السلام، يا رب السلام أعطي بلادنا السلام، ويا مريم سيدة السلام أعطي بلادنا السلام. نحن من شاركك هذا الدعاء سيدنا. شكراً. سأتوقف مع فاصل إعلاني ثم أتابع هذه الحلقة. نتابع مشاهدينا هذه الحلقة مباشرة على الهواء لحظات وأنتقل إلى دمشق مع الدكتور بسام أبو عبد الله، ولكن في عندي العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك وعلى تويتر، بس في تعليق مهضوم قال عم بيعلقوا على كرافاتك، قال صرت مع تيار المستقبل لأنك لابس كرافات زرقاء. إيه لأنه المستقبل يمكن بدهم يلغوه يعني، فأنا عم بعمل تيار جديد هلا يعني. لا طبعا يعني ما له علاقة. شو عدائي ردك؟ لك لا كمان بدك تلغي الناس؟ لك لا عم مثلا يعني إلا مثلا شيء مثلا إلا شيء إلا إنه بكره مرت تجيب الكرافات صفراء. شيء من المزاح، تيار المستقبل شعاره اللون الأزرق، واللون الأزرق جميل بس يا ريت بيكون تطبيقه السياسي قريب للونه الحلو. عم بتطلع شو كرافات الدكتور سعد؟ أنا ما في إلا تصنيف اليوم. فيها 100 شغلة زمطنا. فيها هيك بس على زهر على سومو على ما بعرف كيف. على كل حال في العديد من الردود انه ميزان القوة في سوريا لن يتغير بل سيشعل حربا في المنطقة، لن تغير موازين القوة لأن الجيش السوري أقوى من أن يكسر ماهر علي بيقول هيك. أيضا في بول سيسوق بيقول انه شو رأي مسيحية 14 أدار بما يحدث في معلولة.
كمان في عندي رأي آخر يقول أنه الضربة الأمريكية ستكون ضربة موجعة وستستغل المعارضة ذلك، ولكن لن تغير الشيء في موازين القوى. كمان في عدة تعليقات تتحدث عن نداء قداسة البابا فيما يخص الضربة على سوريا. قبل ما انتقل لدكتور بسام ابو عبد الله مباشره من دمشق، بدي اسالك لما عم نحكي عن موضوع الرد المحتمل وعم تقول انه عدت لي انه الغارات الاسرائيليه ما تم الرد عليها والى اخره، بس اليوم يوجد حديث عن تقرير استخباراتي اوروبي، ما بعرف اذا سمعت فيه، انه حزب الله يحتاط لمجمل السيناريوهات واجرى مناورات واسعه وهو على استعداد للرد على اي ضربه، ولكن حتى الساعه لا يملك القرار بالرد، وهذا القرار مرهون بالحرس الثوري الايراني. حضرتك عم تحكي عن الساحة الداخلية اللبنانية، لأنه الإطار الجغرافي للضربة رح يكون معني فيها سوريا. أي. يعني نحن حزب الله إذا بده يجري مناورات، عم تحكي بالداخل السوري أم بالداخل اللبناني؟ ما بعرف، أنا عم بحكي نقلا عن تقرير استخباراتي مش أنا عم يعني ما بعرف شو المقصود فيه، إنه قال احتاط لمجمل السيناريوهات وأجرى مناورات واسعة، هذا ما بعرف إلى أي مدى دقيق هذا التقرير أو إلى أي مدى جدي يعني، بس هذا نشر اليوم بمطلع الأحوال. إن شاء الله نوصل للساعة اللي بتقول لازم كلنا نحيد حالنا عن هيدي الصراعات. هل سنصل إلى هذه الساعة؟ يعني بتمنى قبل ما ندوق كلنا كيس مر جديد، ديجا بلشوا يدوقوا الحزب واللبنانيين وكل اللي عم بيشاركوا. وشو الكيس المر اللي بلش الحزب يدوقوا؟ يعني أقل لو نحن كنا بنتمنى ما يموت عناصر من حزب الله بسوريا. الحزب يعتبر أنه هؤلاء العناصر هم شهداء خدمة للقضية وطنية لبنانية ومنعا لأن ينتقل القتال من القصير إلى بعلبك وإلى لبنان وإلى ما هنالك. خلينا نكون صريحين على قدر ما كان السيد حسن صريح. بداية كان عم بقول نحن معنا موجودين بسوريا في كرة متداخلة، وبعدين صار يقول تعوني تقتل بسوريا، وصار عم بيصرح انه هن موجودين. ايه، لانه هو اعتبر انه هذه المعركة هي جزء من استهداف للمقاومة، يعني هو بيعتبر اذا ما قاتل بسوريا رح توصل النار ليه. طيب مش هو بس بيعتبر، هيكل كبير صحفيي العالم العربي منذ نصف قرن هو عم يقول الضربة تستهدف حزب الله. طيب ضربة شو الأمريكية؟ لا هو عم يحكي عن قتال حزب الله في سوريا، عم بيقول انه كل هذا المشروع المقصود فيه رأس المقاومة. نعم، يعني نحن بدنا نقول نحن قاعدين على صحراء ام موجودين في اطار دولة الى دستور والى قانون، قانون بيحدد خيار العلاقات الخارجية وقرار الحرب في إطار السلطة اللبنانية. ما فينا نقول نحن قاعدين لحالنا وناخد قرار بالحرب ونطلع للحرب لأنه نحن قررنا. يعني لما بيقرر صار الأمريكي بلحظة أنه أنا والله بدي أعتبر حزب الله إرهابي، طيب بس كلنا بننتقده لأنه عم ياخد قرار أو قانون خارج إطاره الإقليمي. يعني مرة كمان بالعكس من أي شيء مماثل، وقت البلجيكا عملت قانون يسمح لها أن تحاكم قضائيا مرتكبي المجازر منهم بلشت تحاكم شارون. طيب كلنا أيدناها. طيب نحن يا أما مع قوانين بتخرج عن إطار الدولة يا أما ننصاع للدولة. خلينا نختار، إذا نحن مش هيك خلينا نفرط عقد هذه الدولة اللبنانية ونقول نحن جماعات مسلحة، أنا عندي علاقة بالسعودية والله بس تقلي السعودية دور بدور، وأنا عندي بس تقلي علاقة بإيران دور بدور. أليس منطقيا هذا الكلام؟ صحيح. بس بالمختصر دخيلك لأنه عندي لينك بالمبدأ العام قد يكون هذا الكلام صحيح ودقيق في بلد لا تعصف فيه عواصف وانقسامات سياسية كالذي حدث في لبنان. نحن بالعكس العواصف السياسية لازم تحفزنا أكثر أنه ما يكون عندنا ارتباطات. سأعطي أمثلة. أولا يعني مقولة سياسة النائب النفس هي جاءت بعد أن تدخل كثير من الأطراف في الأزمة السورية، بعد أن تدخلت وسائل إعلام على المكشوف بوصف الرئيس السوري بالرئيس المجرم، بعد أن ذهب بعض النواب اللبنانيين لتوزيع الحليب. وسائل الإعلام استجور تسمح لي برضو، إذا كنا عم نحكي إذا وسائل الإعلام قالت رئيس مجرم صار في قضاء لبناني عم بقول عن بشار الأسد مجرم. لا يعني عفوا عن النظام بداية يعني الأزمة. خلينا ما نربط أنه نحن ذهبنا إلى سوريا لأنه كان في ناس متورطين وخرجوا عن نائب النفس. خلينا نتذكر أنه من سنة 1975 لليوم ما كنا قادرين نكشف
مسؤولية النظام السوري عن المجازر والانفجارات اللي بيرتكب لبنان. لما مع ميشيل سميحة ثبتنا انه هو عم يرتكب متفجرات بلبنان مؤخرا في طرابلس. اسمح لي بس كمل هالفكرة وعلي قد ما بتحب. مملوك سميحة وبعدين طبعا مملوك سميحة امبارح الغريب وغيره. طيب هالسيارات كلها يلي دخلت على لبنان الخمسة الستة اللي تفجرت كلها من سوريا، بغض النظر اذا بدي اقول انا مع النظام او ضد النظام، ولكن ثبوت الفعل المادي يلي بايدين متفجرات واتصالات بين المملوكي والنقيب اللي تابع للمملوكي والغريب وغيره وسميحة في السابق يعني. طيب النقيب عدنان وسميحة في السابق. نحن بتنا من حيث ندري او لا ندري ندافع عن النظام الذي يقتل اهلنا في طرابلس وفي الضاحية. نقطة على السطر. شو ماشي. ردك على هذا الامر؟ بس ردك يعني سريعا فتح هذه الملفات، لانه بدي اخذ دكتور ابو عبد الله. نعم فتح هذه الملفات ممكن ان يفتح الكثير من النقاش. ترد لن نتوصل الى يعني حقيقه الامور الان. القضيه يعني التي عم لا, 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 لا لا طبعا عم تهرب. اولا موضوع مملوك سماحه موضوع يعني باهت، ويعرف القضاء اللبناني انه موضوع باهت، لانه باهت الى الان ما استطاع ان يفصل به. كيف يعني باهت؟ باهت ليس هناك من أدلة جرمية. هذه مقولة يعني ركبت وفبركت بشكل أو بآخر. القضاء وإذا ثبت القضاء العسكري شو؟ القضاء العسكري بلبنان عنده قرارات صعودا ونزولا من أيام وجوده حتى الساعة، من أيام إذا بدك أول نشأته للقضاء العسكري، قرارات لا علاقة لها بالعمل القضائي الصرف. الساعة بيكون القضاء العسكري موجه ضد القوات اللبنانية وتبع سبعة أب، وبكرة بيكون موجه ضد يلي هن مع ضد سوريا، وساعة بيكون موجه ليحمي اللي بيعتدوا على الجيش اللبناني، وساعة بيكون موجه وفي قضاة ما تنسى انه في قضاة يعيشون الترهيب في لبنان. اذا دخلنا في متاهات هذه الملفات ممكن اعدد لك الكثير من الملفات. السيد سمير جعجع خرج بعفو عام وهناك ادله قاطعه تدينه بجريمة قتل رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي. اسمح لي على الأقل انت بتعرف كل اللي بلوا ايديهم بالحرب يا سيدي كلهم كانوا ارتكبوا الويل والصبور وعظائم الأمور. واجا قانون العفو، ما في دولة بالعالم بيصير فيها حرب الا ما بيعملوا قانون عفو. بدك العفو ام بدك فتح قبور الحروب؟ يا سيدي بس هو دائما عم بيقول انه بريء وما له علاقة، في حين انه ودينا بالقضاء اللبناني. لكن خليني اطلع من هذا النقاش، مش هذا موضوع الى المدخل، مش هذا موضوعنا. المدخل الاساسي اذا كنا نحن عم نحكي مقوله النائب النفس، مقوله النائب النفس جاءت بعد كثير من التدخلات. شعر الرئيس ميقاتي بانه بس هو عم بيقول لك التدخلات اللي لها علاقه بوصف معين بالاعلام، مش مثل انك تحارب جوا حرق السترنات والاعتداء على الناس بطرابلس وبعكار. هذه كانت علاقه بالاعلام، ما لها علاقه بالاعلام. دخول مسلحين واخرها واحد استشهادي انتحاري بحمص وعملوا له عزا في لبنان، كله هذا موجود. انا نحن ما نفينا الامر، نحن عم نقول بدنا نحن نخضع لدوله في الى قرار. خليني انتقل لدكتور بسام ابو عبد الله ونرجع نتابع النقاش. مساء الخير دكتور، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجيه في دمشق. مساء الخير. مساء النور دكتور. يقول اليوم الرئيس الأسد نقلا عنه أنه حلفائنا سيردون في حال تعرضت سوريا لضربة أمريكية. من المقصود بالحلفاء برأيك يعني بتحليل لهذا الكلام؟ يعني خليني أولا قبل أن أعلق على ما قاله الرئيس الأسد أن أعلق سريعا على ما قاله ميشيل كيلو كوني استمعت إليه. نعم بس يا ريت بيكون التعليق مختصر لأنه الأستاذ كيلو ما عاد معنا هلأ مختصر. يعني بدنا تماما هلأ ما عاد معنا، هو معروف شو ما هو وزنه وماذا يحتل في الشارع. أنا لم أرى معارضا أمامي للأسف، رأيت عضو في حزب الليكود الإسرائيلي يريد أن يرى سوريا تسحق بغض النظر عن المواطنين. بس عم بقول لك يعني يا ريت بترد علي بالسياسه لانه منه موجود معنا، يعني مش ضروري نوصفه بانه بالليكود او غيره. يعني ما بدنا نخون الناس اذا كانوا ضدنا بالسياسه. لا ليس ضدنا، في فرق استاذ جورج. المعارضه هي حق مشروع لكل شخص، التورط في مشروع
سياسي والتآمر على البلد هذا أصبح يا دكتور ما كل عمره إذا المعارضة حق مشروع ما تخلينا نرجع لورا ما كل عمره قاعد بسوريا لا لا المعارضة رحزة كل عمره قاعد بسوريا ونص وقته قاعد بالحبس طب كيف المعارضة إذا المعارضة لا مشروع ما وقته لا إذا المعارضة مشروع ليش كنتوا تحطوه بالحبس لا أستاذ جورج ليس كان يعمل في لجنة تطوير فكر البعث وتنقل من اليسار إلى اليمين إلى أن أصبح في حضن بندر طيب. فبالنسبة إلي من يتحدث بهذا الكلام مهما كان الألم الشخصي يقل كثيرا عندما يكون الأمر يتعلق بالوطن هكذا أرى رجال الدولة والزعماء السياسيين ما طيب. رأيته أمامي قبل قليل كذب فاضح فيما يتعلق بحادثة معلولة وإذا أراد ميشيل كله نعطيه أسماء من جبهة النصرة تفضل البطرك السيد البطرك يعني طيب تفضل تفضل اعطينا اسماء اعطينا اسماء على الهواء ما زال عندك اسماء يعني وبدك تعطيهم تفضل اعطينا هنا على الهواء هو يعرف انه من لواء الاسلام ومن جماعه زهران علوش وهم الذين دخلوا ولم يقولوا نريد حريه ثم ليست الحادثه الاولى التي تستهدف فيها كنائس او جوامع الجامع الاموي في حلب جامع خالد بن الوليد كنائس وأديرة حمص في دير الزور استهدفت كنائس في كل مكان في سوريا الكنائس ودور العبادة نعم. متى كانت استهدفت كنائس ودور نعم. العبادة هون في سوريا هون إشارة إلا في عهد إلا في عهد معارضة ميشيل كيلو وجماعته المسلحة دعونا نتحدث بصراحة ووضوح دكتور بسام دكتور بسام نعم. حتى ما كل وقتك يتاخذ بأنك ترد على ميشيل كيلو خلينا نحكي شيء تاني كيف سترد دمشق كيف سترد دمشق على ضربة أمريكية محتملة قد تكون خلال يومين أو ثلاثة أو قد لا تكون إذا كانت يعني كيف رح ترد؟ دعني تمام دعني أوضح مجموعة من النقاط سريعا فقط الانقسام الذي نتحدث عنه ليس بين معارضة ونظام حكم الانقسام اتضح في قمة سان بطرسبورغ بين تيار عالمي اقتصادي سياسي تقوده روسيا والصين ودول البريكس ومجموعة كبيرة من دول العالم ترفض منطق الهيمنة والبلطجة الأمريكية وبين الولايات المتحدة التي تجد نفسها الآن محرجة في ممارسة عدوان آخر بعد حربين فاشلتين اللتين روج لهما ميشيل كيلو ميشيل كيلو يتمنفخ بالأمريكان وهم الذين يا دكتور في يا دكتور يا وفي دكتور الصومال يا وفي أفغانستان لو سمحت أنا سؤالي على كيف بدأت ترد دمشق نعم. على العدوان الأمريكي إذا بتريد التزم بهذا السؤال أنا لس تمام أنا سأقول لك أولاً لست رجلاً عسكرياً لأحدد لك ما لدى دمشق ولكن أستطيع أن أؤكد وفقاً لمعلوماتي المتواضعة أن هناك الإمكانيات عسكرية استراتيجية كبيرة والروس قدموا الكثير من الأسلحة المتطورة لسوريا وأعتقد أن وجود الأساطيل الروسية لمعلومات فقط المعارضة الذين يستقون بالأمريكي جعلت روسيا يترددون وكلام أعضاء الكونغرس يقولون أن روسيا موجودة أمريكا قادرة ولكنها ليست قدراً ولدى سوريا وحلفائها الكثير ليردوا أنا لست عسكرياً لأحدد كيف ولكن عندما تفتح بوابة جهنم سيرون جهنم كيف نعم. تتحول هذه المنطقة دكتور لذلك دكتور ندعو عندما نحن عندما ندعو يقول نحن عندما نعم. يقول الرئيس الأسد إنه حلفائنا رح يردوا يعني هل المقصود تحديداً حزب الله أم إيران أم يعني من برأيك الحلفاء أنا الحلفاء نحن نتحدث طبعاً حزب الله شريك أساسي وهذا ليس سراً ولا نفضح سرًا عندما نقول والذين يتحدثون عن حدود الدول الآن انتهت الحدود بين الدول عندما تم تجاوزها في الحالة السورية شرعت الحدود مع تركيا ومع لبنان ومع الأردن لم يعد هناك حدود يستطيع أن نتحدث عن حدود وحصانة حدود عندما دخل آلاف المسلحين من 83 جنسية في العالم وقتل ومجرمين مارسوا القتل في شمال اللاذقية وفي معلولة وفي كل مكان في سوريا ولذلك لا يجب ألا يتحدث أحد عن حدود ودول ونائب نعم. النفس هل لا يستطيع أحد أن يدعي نفسه في هذه المعركة الكبرى هل تراهنون على مساعدة حزب الله أو على رد حزب الله أو إيران في حال تعرضتم نحن لضربة؟ أول دعني أقول هذا الأمر يرتبط بحجم الضربة العسكرية أنا لست خبيراً عسكرياً ولكن أنا بتقدير الشخصي أن هناك الكثير لدى هذا الحلف وهذا الحلف لم يخفي نفسه للتصريحات الإيرانية حزب الله صامت هذا يخيفهم أكثر
والذين يستقون بالولايات المتحدة يجب أن يقرأوا تاريخ الولايات المتحدة في حروبها الأخيرة التي تبحث عن مخارج لها في أفغانستان وخرجت تحت جنح الظلام في العراق. تستطيع أن تدمر أمريكا ولكنها لا يمكن أن تنتصر في هذه المعركة. نحن لم نعتدي على الولايات المتحدة ولم يقل أي مسؤول سوري أننا نهدد الأمن القومي الأمريكي. نحن معتدى علينا في حال من خلال إدارة الولايات المتحدة لحرب حقيقية طيلة سنتين ونصف اقتصادية وسياسية ومالية وعسكرية واستخباراتية، كل هذا يدير الأمريكي. أما أولئك الذين يعملون تحت أمر الأمريكي فشلوا في كل ما حصل على الأرض. نعم هناك دمار ولكن المشروع الأساسي لم يتحقق حتى الآن، لذلك الآن ظهرت الولايات المتحدة على السطح. روسيا موقفها حاسم لمن يعتقد أن الرئيس بوتين، أنا أقول بوضوح وصراحة الموقف الروسي أعلن في بطرسبورغ. أي ولكن ولكن نعم. روسيا كانت واضحة بموقفها أنه ما رح تفوت بحرب طبيعي لأجل النظام في سوريا. يا سيدي لم يقل أحد أن روسيا ستشارك ولا في عهد الاتحاد السوفيتي شاركت، ولكن أنا سأنقل لك كلام جنرال أمريكي قاله على CNN عندما قال أن كل من يعتقد أن روسيا لن تدعم سوريا فهو أحمق، لأنه كما تبحث الولايات المتحدة عن مصداقيتها في المنطقة التي يمكن أن تهدر، وهذه معركة مفصلية ليس فقط بالنسبة لشكل النظام أو غير ذلك، هذا كلام الصراع أكبر من ذلك. نعم. هناك لعبة دولية كثيرة أيضا مصداقية الروس. ليش قاعدين نحن في هذا الوضع؟ ليش قاعدين نحن عم نحكي عن رد أو مساعدة روسية أو إيرانية أو من حزب الله؟ خلينا نحكي عن قدرات الجيش السوري. هل هناك قدرات عند النظام أو عند الجيش للرد على هذه الضربة؟ يعني ليش بتكون تستعينوا بالحلفاء؟ أنتوا ما عندكم القدرات الكافية؟ أنا أقول لك القدرات السورية موجودة، وأنا لم أتحدث ولم يتحدث مسؤول سوري أننا بوزن الولايات المتحدة أو أننا نريد أن نهزم الولايات المتحدة، ولكن لو قارنت الآن بين الولايات المتحدة الدولة العظمى الآن عندما تهاجم سوريا بصواريخ الكروز والتوماهوك، من الذي سينتصر لو تعرضت الولايات المتحدة أو مصالحها في المنطقة إذا توسعت الحرب؟ الآن هذا يرتبط بحجم الضربة. الأساس نحن لدينا كما أعتقد أن الضرب سيكون للجماعات الإرهابية المسلحة، هي التي ستتلقى الضربة الأولى لأنها هي أدوات الناتو على الأرض وأدوات أمريكا. وقالها جون كيري في الكونغرس عندما سئل هل سيكون هناك وجود بري، قال لا، نحن لدينا الجيش السوري الحر، جيش ميشيل كيلو الذي يريد أن يقاتل به السوريين هنا على الأرض. لذلك المعركة هكذا، لكن إذا توسعت أكثر، أنا لست عسكريا ولكن أنا أختصر القول بما قاله وزير الخارجية السوري، أمامنا حلين، إما أن نستسلم أو ندافع عن أنفسنا بالإمكانيات المتاحة، وأعتقد أن هناك مفاجآت. هذا ما قاله وزير الخارجية، أنا أكتفي نعم. بهذا القول وأنا أعتقد أن لدى سوريا من الإمكانيات ما سوف يفاجئ كثيرين من أولئك الذين يحلمون. هناك فرق بين الأمنيات وبين الواقع. أنا لا أقول أن أمريكا ليست قادرة على التدمير على الإطلاق، ولكننا نحن بين خيارين أستاذ جورج، بين أن نكون من أنصار يوسف العظمى الذي ذهب في عشرينات القرن الماضي ليحارب غورو، وبين نعم. من حمل عربة غورو على أكتافه نعم. الآن نرى معارضة تريد أن تحمل أوباما على أكتافها وتأتي على أكتاف أوباما إلى دمشق، وهؤلاء ليسوا من السوريين، ولهذا أنا أقول المعارضة شيء والتعامل مع الأجنبي ضد أبناء البلد شيء آخر. نعم. بمقال لألك دكتور أبو عبد الله قلت إذا كانت الضربة محدودة سيكون الرد محدودا والعكس صحيح. طيب إذا كانت الضربة محدودة كيف الرد المحدود بيكون؟ يعني شو طبيعة الرد المحدود؟ أنا لست أنا أقول لك هذا بالقيادة العسكرية تحدده. بس أنت كتبته. بس أنت كتبته. نعم. هذا الكلام يعني كتبت. نعم. شيء كتبت يعني شيء وما بتعرف يعني تفاصيله. يعني لا دعني أقول لك أوضح لك بوضوح. حرب تموز 2006 كيف استطاع حزب الله أن يحيد بيروت العاصمة عندما قصف مجموعة من الصواريخ بمحيط المجمع البتروكيميائي في على سواحل حيفا فحيدت بيروت. إذن المعركة ليست بالقدرة النارية إنما بتوازن معين يستطيع أن يردع الخصم أحيانا بالإطلاق على أهداف محددة. نحن لدينا قوى مسلحة على الأرض من 83 جنسية إضافة إلى الزمر السورية والعصابات السورية التي تعمل لمصلحة هذا المشروع الأمريكي، وبالتالي هذه العملية توازنها القيادة العسكرية. أنا أعتقد أن الضرب سيكون التركيز الأساسي
على القوى المسلحة، لأن هدف الولايات المتحدة هو إفساح الطريق أمام المسلحين لتحقيق تقدم ميداني وما أسموهم إعادة التوازن. كان التركيز على دمشق، هناك حديث عن الجبهة الجنوبية عبر الأردن وهناك عدة أماكن، هذا كله مرصود. ولذلك إذا كانت الجيش السوري يضرب بهذا الحجم سيزيد العيار أكثر على المسلحين، لأنهم هم أدوات الجيش الأمريكي وعملائه على الأرض السورية. نعم، في الختام، إذا توسع الأمر أكثر، إذا توسع الأمر أكثر، هذا الأمر يرتبط بالقيادة العسكرية، ولست أنا الذي أحدد حجم الضربة والرد ومتى يدخل الحلفاء وغير ذلك. نعم، في الختام دكتور أبو عبد الله، سؤالي لك، هناك نظرية تقول أنه من أهداف الضربة العسكرية الأمريكية أن تكون بحد ذاتها محدودة، وأن تكون حافز لذهاب الطرفين إلى طاولة المفاوضات في جنيف 2 تقريبا منهكي القوى، أو لنقل لكي تمهد لمفاوضات بجنيف 2. ما هو تعليقك على هذا التحليل السياسي أو على هذه الفرضية السياسية؟ أنا لا أصدق الأمريكان بالمطلق. الأمريكان دائما دخلوا إلى العراق بضربة محدودة ثم انتهت إلى حرب شاملة. نحن هنا في دمشق، دعني أقول، نضع السيناريو الأسوأ وليس السيناريو الأفضل، وبالتالي العدوان هو عدوان بضربة محدودة، ونحن نخطئ عندما نقول ضربة محدودة. هذا عدوان بموجب القانون الدولي، وهذا العدوان سيدافع الشعب السوري بكل إمكانيته، ولا أعتقد أن سوريا شريفا سيكون في عداد قوات الاحتلال أو سيشجع الأمريكان إلا أولئك الخونة الذين يصنفون أنفسهم معارضين، وهذا هو تاريخ سوريا. دعني أعطيك زعيما سياسيا، أعطني اسم زعيم سياسي منذ الاستقلال بالرغم من وجود زعماء ارتبطوا بالغرب، لكن أن يدعو لعودة الاحتلال ولضرب بلاده، لم أسمع إلا ميشيل كيلو وجورج صبرة وأتلاف الدوحة. نعم، أنا بشكرك مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية دكتور بسام أبو عبد الله على هذه الإطلالة مباشرة من العاصمة السورية. بس أكلتولنا وقت، كم أكلتولنا ربع ساعة أستاذ جورج. منعود عليك ولا يهمك. ما أنت والجرافي زرقاء كمان، بس نحن لون البحر هذا لون التفاؤل. طلعت انت وضيفي فيصل عبد الساتر نفس الذوق باختيار تحياتنا دكتور، تحياتنا ونفس السياسه. شكرا للاستاذ فيصل ولدكتور الياس انطوان دكتور انطوان. ونأمل السلام يعني والهدوء، والسوريون ان شاء الله بلد تسامح، لا احد يريد الحرب على الاطلاق. ان شاء الله، اكيد نتمنى السلام لسوريا ولكل المنطقه. بدي اتوقف مع فاصل اعلاني ثم اتابع الجزء الاخير من هذه الحلقه. نتابع الجزء الأخير من حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة. قبل أن أتابع مع ضيفينا في الاستوديو، عندي مداخلة مع الوزير السابق وئام وهاب. معالي الوزير، مساء الخير. كيفك أستاذ جورج؟ مساء الخير لك ولضيوفك. يا أهلا فيك. عندك مداخلة بس ما بعرف بأي نقطة تحديدا، تفضل. حبيت تعليق صغير دقيقة ونص لقل لك. تفضل أستاذ جورج. أنا بعدني لهلق بطول 50 ب50 حظوظ ضربي لحد الليلة. مش أكثر من هيك، حتى لي كل واحد منا يفتكر يعني شي نحن ماسكين قرار الروس وشي هن ماسكين قرار الأمريكان. بس تعرف هيدي يعني أدوات صغيرة باللعبة يا زلمة. بس معالي الوزير، هيدي 50-50 يعني يعني يا صبي يا بنت، يعني بتعرف كيف إنه يا هيك يا هيك. أكيد يعني يمكن بكرة بقول بعد 50 ب50 اليوم. أوكي لحد هلا بكرة يمكن تصير 95 أو 95 لا أقول لحد الليلة. اللي بدي أقول لك أكيد في رد، والرد هو رد متدحرج، والرد سيشمل المدن الفلسطينية في البداية، يمكن بعدين يتطور تشمل تركيا وبعض دول الخليج حسب تدحرج الضربي الأمريكي. يعني من سيقوم بالرد؟ كل هذا المحور، كل هذا المحور يعني بما فيه حزب فيصل وجر الدور القاعدي. منك بالجر. كل هذا المحور استاذ جورج، يعني ما نضحك على بعض. يعني معالي الوزير، يعني فاذا هي اخر المعارك في المنطقه، اذا حصلت هي آخر المعارك في المنطقة. تأكد بأنها معركة ستكون إن شاء الله ما تحصل. أنا بقول هي معركة المليون قتيل.
ان شاء الله ما تحصل معركة معركة المليون قتيل. نعم هذا كلام هادئ عم بحكيك يا هذا كلام ابدا مش ردة فعل، هذا كلام مش متسرع ابدا. انا بعرف شو اللي فيه وتأكد انت ان الطلقة الاولى ستكون 500 صاروخ على تل ابيب. ايش يعني معناتها وما خبرتك برا شيء بعتقد وغشيتك فيه. بس هلا بعدك 50-50 يعني عم بتخبرني الاحتمال تبع 50 50 ب 50 انه ما تصير الحرب او تصير. بس هيدا بيعني هيدا بيعني يعني هي توقف على القرار الامريكي بس هيدا يعني بيعني هيدا بيعني انه لبنان سيتورط حتى اذنيه وهذا يعني انه حزب الله. خليني كفي اللي عم بيسمعك هلا بيقول انه حزب الله سيورط لبنان بالوقت اللي فيه نصف اللبنانيين يعارضون ان يرد حزب الله. استاذ جورج ان حرب نصف قيامي بعدك عم تحكيني تورط لبنان وورط صيدا وورط سور وورط بعرف شو يا زلمه بده يتورط يتورط 40-50 عاصمه. شو عم تحكي انت؟ لا عم تحكي عن شيء يعني عم تحكي عن شيء ديمو دي مش هيك اولاك عم تحكي عن شيء يعني مش وارد هاي المعركه ما حدا رح يسال عن حدا فيها يا اخي ربو شوي. هذه المعركه اذا حصلت ما حدا رح يسال عن حدا فيها. اتمنى انه نناقش الامور انطلاقا من انه يا زلمه طريها شوي باخر الحلقه بدك ترعب العالم. هلا عم اعطيك معلومات انا مش عم حلل ولا عم اعطيك موقفي. انا موقفي اتمنى ان لا يحصل ضربه كف. مش معنى حدا منا مصطلع على القصة يعني أصلا لأن كلنا بني كلا بس إنه اللي هتقوله أنا عم أعطيك معلوماتي. نعم وممنونك وسلم ويعني وبوجه تحية لضيوفك. ليك بس عندي عنا شغلة نحن بتضيع بقولوها عيب لو واحد إذا بده يتجوز بيستعير بنت خالته أول ليلة شو بهون هودي لاحقين بدهم يضربوا سوريا بدهم يستعيروا شيء أمريكا شيء إسرائيل عيب هذا الموضوع. طب خليك لحظه بعد خليك معي شوي. ايمتى خذ لهم وقتهم بديش معي لا بس ايه بس نص دقيقه. ايمتى برايك بتبين الصوره اوضح؟ هل قرار الكونغرس غدا ام كلمه اوباما الثلاثاء؟ انا تقديري 3 الفجر اما في حرب وان بتقوم احتمالات الحرب قد ضعفت كثير. الثلاثاء فجرا اذا هيك رأيي. نعم شكرا. تحليل نعم. مش تحليل. معلومات. نعم شكرا لإلك شكرا لإلك الوزير السابق ويام وهاب رئيس تيار التوحيد. شكرا لك ويوحسوني ضيوفك أخذت لهم من وقتهم. أهلا مع الوزير. أهلا فيك. هل عندك تعليق دكتور سعد؟ يعني أنا المثل اللي أعطيه الوزير وهاب أنه حدا بيستعين ببنت خالته ليلة عرسه، ما الكل عم يستعين يعني هيدا يستعين بإيران وهيدك بيستعين بالخارج والكل بده يربح هو. وبالتالي ما بقى حدا في يقول انه انتم جايبين العدوان الامريكي على سوريا. طيب ما انت كمان عندك حرس الثوري الايراني عم بيقاتل عندك، انت عم بتجيب الغرب كما قال البعض وهيدا عم بيجيب الفرس كما قال البعض الاخر. هون صار في تساوي يعني عم بقول لك هذا المنطق يرد عليه بهذا المنطق. يعني اولا ايران هي على حلف استراتيجي مع سوريا منذ ايام الرئيس حافظ الاسد ومنذ الثوره الاسلاميه منذ الامام الخميني وقد جعل الرئيس الأسد علاقة استراتيجية في مخالفة واضحة لكل الموقف العربي وهو بنى على هذه الاستراتيجية منذ أكثر من 30 عاما. فما فينا نقول الآن سوريا عم يستعين بالإيراني. الإيراني كان دائما إلى جانب سوريا وسوريا كانت دائما إلى جانب المقاومة. الشعبين اللبناني والسوري كانوا صديقين لقطر. صحيح صارت عدوتنا قطر. عم بقول شكرا قطر هذه مرحلة امبارح بالأمس بال 2006 كانت قطر صديقتنا صارت أتمنى أن أكمل الفكرة بس يعني قطر مرحلة لحظوية يعني ما فينا نحن نقدر بس ما فينا نتعاطى مع العالم في الوقت الذي تهدد سوريا هذه الدولة المحورية في المنطقة. يخرج رئيس الجمهورية اللبنانية ليحتفل بالاستعمار الفرنسي على لبنان وإعلان دولة لبنان الكبير. أليست هذه مفارقة عندما نكون نحن في ظل هذه المعركة الكبرى التي بدأت يعني تخيم أو بدأت يعني يعني تقدم علينا؟ بيخرج رئيس الجمهورية بدعوة من نائب في البرلمان اللبناني يحتفل بإعلان دولة لبنان الكبير الذي هي انسلاخ
وهي بداية استعمار فرنسا على لبنان. هذه كارثة كبيرة. بدي أقول إنه المثل اللي نسي يكمله كمان مع الوزير وهاب إنه زواني بلادي ولا أمح الأجنبي. نحن لما بنقول إنه إيران وسوريا ولبنان والعراق هم جزء من نسيج هذه المنطقة، هم أهل هذه المنطقة. شو بدك تقول بس على الأمريكي ماذا يريد من هذه المنطقة؟ عندي بعد 3 دقايق وبعد عندي مداخلة هاتفية. تفضل. إنه في نظرة البعض كمان لقيام لبنان إنه كمان الفرنسي أخرجك من الاحتلال العثماني، وبعدين بطلنا كلنا حطينا إيد بإيد كلبنانية وخرجنا كلنا وأجبرنا الانتداب يخرج من لبنان. ما تنسى يعني ما كان طبعا، بس ما حدا كان عم بقول إنه نحن الانتداب عم نكرس. ما ترجعوني على عثمانيه. تفضل. هلا بالنسبه لقصه الفرس كل واحد عنده حلفه اليوم، ما فينا ننكر هذا الواقع. بعدين قطر امبارح صديقتي، اليوم عمرها ما ترجع. ما في يقول هيك. اذا كان قطر حست بخطر شيعي او ايراني عندها بدها تاخذ موقف مغاير لعلاقاتها بالامس، وهذا ما حصل. يعني بكره ما بنستبعد اذا بدها تضل في حرتقات بالكويت والبحرين نعمل كونفدراليه خليجيه. لذلك اليوم فاتت الأردن وضحت الفكرة. وضحت الفكرة. موجودة. لا لا. خليني عندي مداخلة. عندي عبر الهاتف مداخلة، وبعتذر إنه نطرناك، من السيدة سمر الحاج. مساء الخير ست سمر. مساء النور أستاذ جورج. الفيتو الفاتيكاني، فيتو سيدنا البابا اللي عمل فيتو على الضربة على سوريا، هو أبلغ الكلام للحفاظ على مسيحي الشرق. أنا كنت بسوريا، أصدقائي الموجودين بمعلولة واللي هن على تواصل بمعلولة وبالرهبة الموجودة هناك، الرهبة الفرد براسة يا ضيوفك الكرام. لحظة بس خليني استوضح. لحظة بس خليني استوضح منك شغلة. حضرتك تواصلت اليوم يعني مع أصدقاء لإلك بمعلولة؟ لا هلا، مش اليوم هلا. نعم. شو المعطيات؟ معلش، الفرد براسة المفروض تقول كلام منمق عن كتيبة الإسلام اللي حاطين الفرد براسة وأيتامنا من مسيحيي الشرق. يا أستاذ أنطوان سعد، قاعدين بهيدا الدير وختيارية وكبار السن والمسنين قاعدين بهيدا الدير، عم تضحك؟ مبسوط انه هن. لا مش عم يضحك، انا سيد الحاج متعمده تاخذني بالشخص من سنين، لذلك ما برد. يا استاذ جورج، ست سمر، خلينا ضمن 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 موضوع ضمن موضوع مداخلتك. نحن وابنائنا يا استاذ جورج، نحن اولادنا وابنائنا تحت ايادي ناس بحبحبوا محششين، هن ادوات صغار لمشروع صهيو امريكي كبير جدا. عم يعتقلونا، عم يحتجزونا. أبلغ رد كان على موقف البابا هو الدخول على معلولة. معلولة الأرض المقدسة، المتكلمة والناطقة بالآرامية. لا يقولوا لنا سدوا نيعكم، حاجة تحكوا عن هذا الموضوع. بس أنا بالنهاية معلش يا أستاذ جورج، هيدا ضيفك يا ست سمر، معلش بترجيك يعني ما نفتح نقاش باخر دقيقتين من الحلقة. انا بدي منك جو عن اللي قلتي لي تواصلتي مع اشخاص داخل معلولة وعم تنقلي لي جو من هونيك. لو سمحتي خليني اسالك عن هيدا الموضوع. بالنسبه للوضع الميداني هلا، الوضع الميداني كيف على الارض؟ يعني هناك حديث عن انه الجيش النظامي قد يعود ويرجع يتقدم، وفي حديث انه الجيش الحر دخل، وفي حديث انه جبهه النصره ظهرت او رجعت دخلت. شو الوضع مزبوط يا خيي؟ هيدي ارض مقدسه كلها اديره وكلها نعم اكيد. طبعا بنعرفها ومحدده وصغيره المسافه. دخل لواء الاسلام، بيسموا حالهم لواء الإسلام والإسلام براء منهم. نعم. حاطين الفرد بروس من تبقى، ومنهم الأخت الراهبة اللي هلأ أنت ممكن تعمل معها اتصال. ما عم بيعلق لعندها.
يا جورج ما راح تقول لك الا انه هن كثير منيح لانه حاطين الفرد براسها. ايه بس يعني هي ما فيها تضحي لا بالايتام عال ولا بالمسنين اللي قاعدين عندها. بس بحب اقول لك بحب اقول لك يا جورج اسمعني اخي يا اختي خليني اقول لك شغله انه ما عم بيعلق الخط على الدائر يعني كمان هيدي تطرح علامه استفهام انه يمكن قتلوها شو بيعرفني. لا ان شاء الله لا يعني ما نقول الشيشان والقوقاز اللي معتبرين انه هن فايتين على الصليبيه دي معلوله شو انت منتظر منهم؟ يعني هودي مش فارقه معهم هودي محبحبين وشامين ومفكرين حالهم ما بعرف شو عم يعملوا وبعد شوي بيروحوا على الجنه وحور العين بيستقبلوهم. نعم. وهودي ضيفك هو معهم يعني أنا ما عنده مشكله. انا بدي اشكرك سيدي سمر الحاج على هذه المداخله. بدي اعتذر منك لانه وقت الحلقه خلص. شكرا على مداخلتك. شكرا للدكتور انطوان سعد للاستاذ فيصل عبد الساتر ميشيل كيلو وبسام ابو عبد الله والبطريرك غريغوريوس الثالث لحام ايضا شكرا على مداخلته ضمن هذه الحلقه. نتمنى السلامه للجميع ونتمنى السلام في لبنان وفي المنطقة وإلى اللقاء الأحد المقبل.